مرحبا لكل مشاهدي نبض بيروت والاو تي في. حلقة جديدة رح نكون عم نحكي فيها عن الأمور اللبنانية والأحداث اللبنانية يلي للأسف الطاغي عليها كمان اليوم هو الأحداث الأمنية بمخيم عين الحلوة، وأيضا ما فينا نغيب عن الشق السياسي وتحديدا قبيل وصول الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان. وهل في فرج بأيلول؟ هل أسئلة وأسئلة تانية عن الواقع اللبناني رح نبحثها اليوم مع دكتور عماد رزق ضيفنا بنبض بيروت مدير الاستشارية للدراسات. أهلا وسهلا فيك. شكرا لك ومساء الخير لكل المشاهدين. في أحداث كثيرة على الساحة اللبنانية، ولكن خليني أبدأ من مخيم عين الحلوة. شفنا قبل فترة صار في خضات أمنية بين الفصائل الفلسطينية وتم الالتزام بما قيل وقف إطلاق النار. قبل كم يوم عادت الأمور ويبدو أنه هناك خطر، هناك قنبلة موقوتة. البعض عم بيقول عن مخيم عين الحلوة، كان في اجتماع قبل وقت قليل مع لواء البيسري ويبدو أنه هناك اتجاه للالتزام بوقف إطلاق النار من الفصائل الفلسطينية. أول شيء بهمنا أعرف ليش رجعت الاشتباكات داخل المخيم برأيك؟ يعني حتى ما يقولوا لنا عم نبصر، لنبلش لهم إياها من الأخير. عم نحكي عن مخيم عين الحلوة، عم نحكي عن جنوب لبنان، عم نحكي عن مدينة صيدا عاصمة الجنوب أو مدخل الجنوب، عم نحكي عن طريق المقاومة الاستراتيجية الساحلية، عم نحكي عن يعني الاشتباك الأول حدث مع خروج رياض سلامة من هلا ممكن تزامنوا، ممكن كانوا بالصدفة، ممكن ما بعرف، بس كمان تزامنوا. خلينا يعني بالأوقات بالتحليل فيك تحطي الاحتمالات لنثبت العكس. وكمان عملوا تهدئة، خلال هالتهدئة يعني نكون صريحين مع كل اللبنانيين، نعم. الكل بيعرف انه كان في عملية تدشيم وتسليح و قيل الكثير عن هذا الموضوع انه تم ادخال حتى ما يقولوا انه عم نتهم اي طرف بالتحضير لهذا المسرح لهذه اللحظة، بس في لها ابعاد محلية، في لها ابعاد اقليمية، وفي لها ابعاد دولية. بالمحلي طبعا اللي حدث هو نتيجة مقتل أحد القيادات بفتح، صحيح، إعطاء مهلة بعدين انتهاء مهرجان مؤتمر، يعني المهرجان السنوي لتغييب الإمام موسى ذكرى الصدر، تغييب الإمام الذكرى موسى السنوية، وكان في اتفاق أنه ما يصير شيء قبل هذا الذكرى، وصار في إيحاء أنه بلكي أول أسبوع، لكن إذا نقطع الذكرى بأول أسبوع من أيلول منبلش الشغل. هذا إيحاء خطير، يعني كأنه عم كله ممنهج. عم تسمعوني وانتو بتعرفوا شو حكيم مع بعض، كله ممنهج، كله مخطط له برأيك. من بعد موضوع ما عين اجا الحلوة، من بعد ما اجا عبد اللهيان وما بعرف مين وهول كلهم بيجوا بيروحوا. طيب وقبل ما يوصل لودريون، وكان في النهار اللي برجعت اشتباكات كان في موفد قطري جاي واصل، وان بيعرفوا خميس اللي انطلقت فيه كمان كان مواصل موفد كان قطري. بس هيدا كلام كتير كبير، يعني كبير؟ لا هالحقيقة، ما بعرف هالحقيقة هلا بيعكس هلا هن بيعرفوها ما يحصل جديا. الفكرة وين؟ حتى أنا أقول لك الفكرة وين؟ نعم. الفكرة لها علاقة بالمسار الداخلي الرئاسي. بالإقليمي لها علاقة بإعادة التموضع، يعني حل الملف الفلسطيني، عم نحكي بشكل أوسع، التقارب السعودي الإسرائيلي، الحديث الأكبر يلي هو إعادة التموضع الإقليمي، دور الفلسطينيين يعني كمنظمة تحرير وفتح في إدارة ملف الدياسبورا أو الشتات الفلسطيني بالمنطقة، وصولا إلى عم نحكي عن من سيرس القيادة الفلسطينية في المرحلة القادمة، لأنه في صراع داخلي عند القيادة الفلسطينية حماس أو فتح. وهل تكون حماس جزء من منظمة التحرير وما إلى ذلك من نقاط. عم نحكي هيدا شو؟ عم نحكي بالبعد السياسي وليس بالبعد الأمني يلي هو هلا الأهم بكل هيدا. ما يزعلوا مني ما نخربط لهم الطبخة، قديش بيبعد عن الحلوة عن بلوك 9؟ ما بعرف إذا واضحة الجملة، حلوها أنتو بطريقتكم الحسابية. عم تحكي بأمور، عم تربط بأمور، يمكن لها علاقة شوي بالمصاري بالأسيرونس. هذا كلام، شو حقهم هالمعارك كلها؟ كلام شو حق خطير. العالم؟ شو حق الناس؟ يعني ربطت امور اللي بيعمل 11 ايلول ميدانيه ذكرى امنيه أيلول. اليوم ذكرى 11 ايلول، يعني بيستحي او بيستحي يتورط؟
طب ما في مسؤول أمني أمريكي كبير كان ببيروت امبارح، بس شو ال وزار محل معين كتير دقيق وحساس. طب إذا هلأ مثل ما قيل إنه وتم سيتم يعني عم تسليم تحكي أنت المطلوبين، إنه تم الاتفاق على هدنة أو وقف إطلاق النار وتسليم هذا مسار المطلوبين طويل بمقتل، اللي بده يعمل شو هذا شو الشيء. شو الخطوة خلينا الثانية واضح للناس إذا حتى ما هدأت الأمور؟ ينوعدوا، حتى أهلنا بصيدا والمنطقة المجاورة يفهموا، ما بقى يروح ضحايا من اللبنانيين أو حتى من إخوتنا وأهلنا في الشعب الفلسطينيين، الفلسطيني اللاجئين المقاوم، الفلسطينيين كمان عم لأنه ينضروا شعب من كمان التقاتل عفاك، الداخلي شعب الفلسطيني. يدفع ثمن دائما، ثمن الصفقات أو الأموال يلي يتقاضاها الأبعد. أوكي، فحتى لي توقف هذه المسرحية ويضحكوا على العالم ويمصوا لنا دمنا، يعني خلصوا على الدم اللبناني هلا رايحين على الدم الفلسطيني، وبس يخلص الدم الفلسطيني في بعض المخيمات السورية يلي فيها سلاح بمئات الآلاف القطع، إن شاء الله ما يكون هذا يعني مقدمة لفتح هذا الملف في الشق الثاني، لأنه كله عم نحكي بالجزء العالي تبعه مرتبط باستقرار المنصات في بحر المتوسط، مشان يقدروا يطلعوا يستخرجوا غاز ونفط. لا تقدري تعمليهم على 50 كيلو، ما تكون رايقة، ما نكون مأكدين انه ما في مسلحين خارج الاتفاق، الا اذا قرروا يفوتوا بالاتفاق. حجمهم صغير للاتفاق هالقد كبير. حذر اليوم اللي وقع بس ابراهيم وضحت من كمان خطورة ما يحصل بعين الحلوة، لانه بيعرف شو كان يعمل وخاف هو انه زمان يكون في هيدا بالمفاوضات. مقدمة لمخيمات اخرى ممكن تكون حتى طريق الجنوب، انه هيدا بوابة الجنوب وهيدا الطريق. بس هون انا طالما اللواء حكي اللواء عباس ابراهيم، هون انا بعطيهم لكل اللي بدهم يحاولوا بلكي يعني بيروقوا الوضع وبيستفيدوا بالمرحلة القادمة، لأن يعني في بلوك 9 بعدين بلوك 8. ما تنسى انه احنا عم نحكي عن عين الحلوة، امبارح طلع في انفجار بالبلوك 8 يلي على مقابل مخيم الرشيدية، انت وكله حاسم بيعرف انه مربوطين هودي الامور او عم بتحاول هذه تحط معلومة روحوا، كل هاي معلومة روحوا. الدنيا قدامك طيب مثل ما ما انتم بقولوا؟ بتعرفوا الاسيرونس قديه دفعت السنة للشركات، واذا حسموها الوضع شالوا لهم 300 400 واحد نظفوا، شوفوا قديش بتنزل الاسيرونس، هاي معلومة. فاللي بيلعب فيها شوف كيف بيستفيد فيها بملفات تانية. بتشوف هلا رايحة كل بدهم يكتروا اللي بيحبوا يعملوا مبادرات، لانه ممكن في تنتج هي حل منتجة، هي واقعي. منتجة. الشعب اللبناني رح يقدر يدفع ثمن، بس هذا اللي مصاصين بدي دماء أسأله، يعني مستمرين. بالنهاية إذا هيدا بتعرفي المخطط اللي عم حرب تحكي عنه 75 في تجار المال وتجار السلاح وبيمشوا مع بعض، بعدها زادت القصة، بس هلا زادوا عليهم تجار البلوكات. بس نحن اللي فينا مكفينا كلبنانيين كشعب لبناني سجناء الواقع اللي نحن فيه رهاين. بكفينا، مش يعني شعب مش لبناني شو ناقصنا مثل ما بقولوا خضات أمنية بيسلونا من شوي مخيم عين نسهر الحلوة أو من بالليل، غير محلات. بيسلونا طلع الدولار نزل الدولار، بيسلونا رح يعطونا 3 رواتب وما بيعطونا، بيسلوك بيسكروا جامعة بيمشوا فحص بيوقفوا منافعة بيفتحوا دوائر عقارية، خالقين لي يعني سلوى ما بعدها سلوى. برجع مين بقول لك انه هو؟ لبنان مين هو اللي عم هول بيقفل؟ تبع المصاري، إن هو عم يتحكموا ايه بالبلد برأيك؟ بيقبض مبلغ بيعطيك فتاته تسلي فيه وبيسلينا. كلهم أشخاص لبنانيين؟ اللوكل هون لبنانيين، بس الراعي سبونسر الإقليمي يعمل لمصلحة الراعي الدولي. انت يعني بس بس واحد، تسمح لي بس ناقشك بهيدي بس النقطة، انا ما كيف بدي فوت دولة لا لحتى لا الناس كمان ما بهيدي تتعب النقطة، بالملف كيف لبنان، ممكن بس يعني كله معروف بالأسماء يكون في داخليا ناس وإقليميا. بدهم الشيء السلبي والسيء لوطنهم؟ ما هيدا الشيء شو ما يعني كثير وطنهم؟ بيخرج عم تحكي بالراس نحن مثل ما فقراء، بقولوا. الفقير صار بيفكر ممكن بوطن. يكون في لبناني عم يشتغل ضد مصلحة بلده؟ رح اشرحها ونكون واضحين، في أزمة هوية عند من يملك المال. من يملك المال بيركب باليخت تبعه وبيطلع بالبحر، من يملك المال معه طيارة خاصة بتسافر فيها. جزء من يملك المال ايه طبعا كمان، لا عم نحكي في درجات، وفي جزء الثاني اللي هو عايش على تخوم من يملك الامبراطوريات. يعني انا بعطيك مثال، بتعرفي كم رجل اعمال عم نحكي من المتمولين مليار دولار ونو اكثر بمدينة طرابلس، وطرابلس فقيرة وعم بيجوعوها؟ كم جولة معارك صارت بين جبل محسن والتبانة وشو عاد صار؟ كم شهيد راح لبنانيين؟ كم ألف جريح؟
كم مصلحة دمرت؟ يعني بده شو عاد مصلحتهم صار؟ في حدا الشخصية على خبرنا؟ المصلحة شو الوطنية صار بنهر اللبنانية. البارد؟ هناك من رفض أن يتورط الآن في مخيم عين الحلوة، وخوفوه فهموه ستدفع ثمن رئاسيا. إذا في أجندات مش عزاؤنا، عزاؤ المستثمرين. عم تحكي بثروات بمئات مليارات الدولارات، بعد ببين ناس قدامهم كم واحد أو كم 100 إنسان إذا راحوا. بتعرفي العدد؟ بتعرفي كيف عم بيصوروا على السوشيال ميديا؟ في ناس قاعدة عم تتفرج كأنه هذا نتفليكس فيلم صاير لايف. يعني عم بيسخفوا ما يحدث. بتعرفي انه الضاحية او بيروت قعدت بلا مي لأشهر لأنه ما في مازوت لتدور مولدات لتضخ مي، بس خلال ساعات قدروا أمنوا تجهيزات لإيواء لحتى يعملوا مخيم الأولي. يعني ما بيكفي المصيبة هديك، كمان بدهم يرجعوا يستثمروا بمصيبة تانية. خايف من مثل ما عم بقول البعض تكون في هناك بوادر توطين يعني، هو للاجئين أكتر من توطين، توطين الفلسطينيين، واقع توطين. هلا أرقام التوطين هذا مختلفين عليه، بس في لأنه من هو لبنانيين في الداخل رافضين من هذا هو في الموضوع الخارج. تماما لأنه بيعتبروا إنه في هذا توطين بيهدد على الورق الهوية وفي توطين اللبنانية. المقنع. خليني ريح اللبنانيين ويعرفوا، طبعا مش عم بحكي من بعد قومي من لبناني أو بعد مسيحي، لا لا لا. أنا أكيد لبنان فوق كل اعتبار، هذا أرض مقدسة وهذا وقف بدمنا مندافع عنه، هذا كلبنان كوطننا. بس كمان اللي عم بيعملوه، اللي عم بيعملوه مش لا دول عربية ولا غيرها، يعني حتى ما نتهم دول بعينها، لا نحن عم نتهم الاتحاد الأوروبي أو دول أوروبية بذاتها يلي هي دول متصهينة عم تعمل لتغيير الديموغرافيا اللبنانية. بتعرف إنه نسبة الولادات من النازحين واللاجئين بلبنان، حتى ما سمي دولة بعينها، يعني لا سوري ولا فلسطيني ولا عراقي، نسبتهم تخطت نسبة ولادات اللبنانيين. بتعرف انه في ارقام بالبقاع خطيره بهذا طبعا الموضوع، انا بحكي تحديدا فيها بشق رقم، النازحين فيها رقم مش عم السوريين. نعرفهم بالرقم. بتعرف انه عدد في عندك مقابر، طب ما في ناس بتموت، صار في مقابر اكثر من مقابرنا بالبقاع في بعض الضياع، ما رح نسمي الضياع. بتعرف انه مين بيمسك القوى المتحركه يعني اللوجيستيك ترانسبورتيشن وغيرها؟ مش لبنانيين يعني بيقدروا يشلوا البلد 24 ساعه. بتعرفي عدد الاشخاص اللي قادرين يحملوا سلاح؟ كلنا نحن اللبنانيين صرنا بنتغدى بنتعشى وبنحب الحياه، يعني اذا بتسمعي ضربه باب بتهربي، ما رح لك رصاص. هدوك جماعه مدربين، جماعه معودين على الاسى. بتعرفي نحن وين رايحين؟ رايحين على مصيبه كبرى. ما بقى حدا يلهينا لا باسم الرئيس ولا مش بمشي الحكومه، نحن بازمه نظام، ازمه وجود. في اثنين خايفين على لبنان، اثنين. رقم واحد المقاومة لأنه بتنتهي، ما بعد إلى وجود مقاومة، هذا واحد. اثنين الحضور المسيحي اللي بيشكل هذا التنوع في هذا المشرق، إذا بدك هذا الموزاييك الحلو. هو اثنين. واثنين اللي عم بيلعب فينا اثنيننا الصهيونية العالمية يلي بدها تتخلص من هيدي الموزاييك، بدها تتخلص من هيدي المناعة. ليه؟ لحتى تبرر حضورها وتعمل أمبراطور على هالمزبلة بالمنطقة. من الاخر برايك ما بعرف اذا قدرت اوضحها للناس الايجابيات يلي عم بتصير بالمنطقه، وهو قبل ما جوا ادخل عم بيقبضوا كوميسيونات ما بتحرز، ما هن فالين، ما كل شيء، كل املاكه ونيه، بيرجعوا بيقولوا لك مدينته ملقوطه. ما هو اصلا النهار اللي قبض برا وحطهم برا، ما حدا فرق معه لبنان. سميت لك طرابلس مش انه لحتى ما نسمي غير مدن، ليش هو الواقع واقع لبنان بكل مناطقه بيشبه بعضه مثل ما عيب بقوله. عن جد عيب. بدي احكي عن فتحت لي باب على النازحين السوريين، موضوع النزوح السوري وخطوره هذا الموضوع يلي البعض بشوفه اخطر واخطر بعد من موضوع المخيمات الفلسطينيه واللجوء الفلسطيني. حكيت عن نسبه الولادات، حكيت عن الاموات، حكيت عن امور كثيره، بس عم نشوف بالمقابل انه الدولة اللبنانية لو بحكومة تصريف اعمال وعلامات الاستفهام يلي ترسم حول حكومة تصريف الاعمال، مثل اليوم ما عقد اجتماع لمجلس الوزراء، دغري طلع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي كب الكرة بملعب انه يلي ما حضروا هذا الاجتماع. الكبة عنده، مش هو اللي داير الازمة الاولى، فكره بدير الازمة الثانية وبيقبض حقها. ما مين فوت ال 2011؟ مش هو كان داخليك؟ ما هو عمل مصرياته قبل ورجع اجا دار الازمه، يعني انه بيجيبوه هو فكرك مين بيجيبه؟ نحن؟
لبنان، لبنانيين نواب، اذا مفكر اذا هول النواب مفكرين هن بيجيبوا الحكومه، والله برافو عليهم. كلهم بياكلوا تليفون، اتخن واحد اتخن اتخن واحد تليفون حقه 30 ثانيه بيسكروا بوجهه ما بيقول له باي. انا بدي غلطك لانه مش بدي غلطك بجزء لانه في ناس مش عم بحكي في ناس اكيد ما بيسمعوا بهيدي بنعرفهم نحن ما بيصيروا بهيدا الموضوع بطبيعه الحال. عم نحكي اللي بيدوروا بهذا الفلك يلي عم بفوتوا بالصفقات، يعني انه تصوري وانا لودريون مثلا بيبعت ورقه عبر وكيل، وكيل ليش نحن استعمار؟ شو عم بصير بفرنسا؟ شو عم بصير؟ بسبب هيدا الفكر الاستعماري الاستكباري اللي عم تستخدمه على شعوب المنطقه، لك نحن لبنانيين يا فرنسا. بتعرفي شو يعني لبنانيين؟ رح احكي عن الشق الفرنسي بثاني محور ثالث محور ورئاسي خصوصا مع قرب وصوله للمفدى الرئاسي الفرنسي، بس خليني اختم المحور الاول. خليني سياحه وياخذوه يطلعوه مثل هداك على بعلبك ويطعموه حمص وفول بلكي بيريح شوي ويلا بيتيسر. عم تحكي عن اموس هوكستين وقت تصور حد الروشه طلع على بعلبك بلكي بيقلبه شوي سياحة. هو يروح ينقي غير مدينه، يعني غير الروشه ويطلع غير بعلبك. خلينا بس قبل ما نختم نروح على فاصل اعلاني ونختم المحور الاول، هل في حل لقصة النزوح السوري؟ او كمان برايك هيدا الشيء اقليمي دولة اتحاد اوروبي؟ لانه كمان شفنا بتموز شوفي لقلك في شغلتين، في لجنة سميت خماسية بلبنان، السعودية لا تعتبرها خماسية بتعتبرها ثلاثية مشان الحل بلبنان مش الرئاسة، لانه هي مرتبطة بمبادرة كويتية، يعني حتى كمان نذكر هول اللي بيأثروا ألفولك انه العقدة بانتخاب الرئيس، لا العقدة اول شيء نجيب مئات يفل، هي اول دوفوار بده يعمله، او شيء هو بده يفل هذا احد الحلول برأيك؟ طبعا، ومن بعده بيلحق الرئيس مجلس النواب، هول من بدايات الحلول، كيف تعمل اصلاح مالي واداري وما بعرف شو، وهول ما هن شو اسمه كيف؟ يعني انه ما بفهم الجلاد ومصاص الدماء بيرجعوا بصير المنقذ وبيكب لنا الحبل طلعوا، يمكن بعد في كم واحد ما اكلون ليأكلون. سامع شافي بوكيمون كيف تاكل؟ هو بوكيمون ما في، بدنا نرتاح. لبنان بده يرتاح، بده يبلش هذا الحل، هذا الطريق، اخرت الطريق، غير هيك انه هلا فكرنا انه في مبادره نقعد سبعة ايام شو كشافه مخيم صيفي نقعد سبعة ايام لحتى نلاقي الحل، وليه ما لقيناه قبل؟ ليه هلا صار سبعة ايام؟ ليه هلا نستكمل مبادره لودريون؟ لانه عرف لودريون ديجا رايح خلص الدوفارد فاكونس تبعه، جاي لحتى يختم زيارته اذا بدك بلبنان. فينا نخلي لودريان لبعد الفاصل، بس فيك تعطينا على سوريا على النازحين السوريين تنختم ونروح على فاصل اعلاني. ربطتها بالحلول. في شيء تعليق، في شيء داخلي، الوزير يا رئيس الحكومه شو اسمه نجيب ميقاتي، رئيس حكومه التصريف، هو من واحد اللي عم بيعرق له، قاعد عم نسميه، اذا مش مصدق يروح يسالهم للجماعه، هو اللي بيعرفوا، هو بيعرف يسالهم شو المشكله بحلوها. بس بالمقابل كمان كان البعض بيقول انه الطرف السوري الدوله السوريه كمان ما عم بتبين هالجديه بانه هي بدها جديه، وعم يخنقوها. الدولار كان 7000 وصل ل 17000 باسبوع، عم يخنقوها خنق، كيف بدها ترد؟ بتجي بتعمل مبادرات، عم تعمل خطوات، بس لحتى اوضح لك شغله وللمشاهدين. تفضل. مثل ما في لجنه عم بتدير ازمه لبنان، في لجنه عم بتدير ازمه سوريا كمان اسمها الخماسيه باداره او برئاسه اردنيه. هون برئاسه هلا مؤخرا قطريه، او في تنافس قطري فرنسي، وفرنسا صار على التدخيته، خلص صرنا ديجا فيو دو باسي حتى يفهمونا، وهلا بنحكي قطري. هلا المرحله القادمه هو ثلاث اشهر القادمين قطريين، رح نفصل هذا الموضوع. فلذلك بالملف السوري نتمنى انه بلكي بنقدر نجمع المسارين، بلكي بيقدروا يحكوا الاردني والقطري، بلكي بنقدر ننتج حل، نقدر نقرب وجهات النظر. وانا قلتها من 8 اشهر رح ارجع اقولها هون، ما في سوريا تجوع وسوريا تموت ونحن نعيش على ظهرها. بس كمان رح في وجهه النظر الثانيه كمان، نحن ما فينا نموت ونعيش ازمه. ليش وقت قالوا لهم يعملوا ونكون عم نعاني يعملوا مخيمات؟ ليه بالاردن منضبطين؟ ليه بياخذوا لهم بصمه العين بالاردن؟ صحيح. ليش اول ما صارت الازمه بال 2011 الحرب بسوريا بأدار؟ ليش بالعراق ما فيها الازمه؟ ليش بتركيا محطوطين وتركيا بتقبض الاموال وهي ما عادت الاسماء؟ ليش نحن بلد سايب؟ لانه حكامه سايبين.
رح نتوقف مع أول فاصل إعلاني، منكون نهينا المحور الأمني ومحور النزوح واللاجئين الفلسطينيين لندخل على السياسة والدريان، ويبدو أنه دكتور عماد رزق عنده معلومات بهذا الموضوع. فاصل أول ومنعود لنبض بيروت. رجعنا لحلقة نبض بيروت وضيفنا اليوم دكتور عماد رزاق. كنا عم نحكي قبل الفاصل، أنهينا ما يتعلق بالشق الأمني بلبنان، مفروض بعد ساعات يوصل الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان. كنت بلشت الحديث عن هذا الموضوع عم تقول أنه جاي يودع، هلأ هو أصبح معلوم أنه عنده مهمة رح يستلمها بالسعودية، بس هذا الشيء من هديك الزيارة، يعني المصادر قبل ما يجي من بتقول هديك الزيارة كنا بنعرف الدوفوار اللي كلفوه فيه انه الدور تطوير الفرنسي، العلاقات مع الجانب السعودي. صحيح، الدور الفرنسي لن طبعا يتوقف ورح يبقى هذا الزخم إلى حين الوصول إلى تسوية رئاسية ومرشح وسطي. وين رح اليوم؟ ريح اللبنانيين، هو اللي بيعملوا تبع الدوفارات شاطرين بينقلوا بيكتبوا مزبوط يرتاحوا. كل ما في شخص اسمه محمد بن سلمان يقود المملكة العربية السعودية، كل ما في شخص اسمه موظف البنك تبع روتشيلد بفرنسا اسمه ماكرون، مش ضابط، ما تنطروا شيء. في صراع يعني برأيك؟ حتى هو ما في في صراع، لا مش راكب طيب بيناتهم. وين الأمريكيين، وين والقطريين، وين والمصريين، وين هلا بما يعرف انا بالدول بتشكرك، هلا الخمسة؟ هيدي كمان معلومه بيزعلوا منا المصريين، مش مشكله انا مش رايح على مصر عم هالفتره، زعل الكل اليوم، رح مش نطلع من مشكله هون انا لبناني اصيل، زعلان انا انت ابن مع الجبل، الكل يعني، هي انا وجهة ابن الجبل. نظرك لا لا اكيد ايه لا بتحملها لا اكيد، انا انا ما عم بقول بخاف، ما انه خفت، انا ما بعمري خفت. نحن بنضرب معول، نحن اولاد الجبل، صخر كسرناه وروسهم بيتكسروا ان شاء الله قريبا. لقول لك شغله، اللي عم بيلعب بالمنطقه هلا هو الخسران، في اثنين خسرانين. انا شو قلت لك بالبدايه، في لجنه خماسيه السعوديه بتعتبرها ثلاثيه، يعني قطر مش موجوده فيها ومصر مش موجوده فيها، امريكا السعوديه وفرنسا فرنسا برايك هي هاي بتعتبر بالبدايه، انه السعوديه اذا بتحكي مع الكبار شو بتحكي مع هدوك. التقاطع القطري مش متفق مع المصري، في خاسر واحد هلا منبلش، بعدين رح نشوف الثاني بيلحقه بهديك. اول خاسر هو مصري، عم بيلعب بلبنان، عم بيلعب بسوريا، عم بيلعب بالمنطقه. ما بدكم تعطوني، حتى جرب يعوم حاله مع الجانب التركي ما مشي الحال. الموضوع كله وين؟ مصاري. يعني الجنيه المصري عم بينزل، شيلوه من الكونسورسيوم، طفوا للكونسورسيوم، اجت امريكا لقطت الكونسورسيوم مباشره، سلمتها لاسرائيل. حتى اول ما علقت الاشتباكات، حتى اوضح لك اياها ووضحها للمشاهدين، اشتباكات عن الحلوه وقتها غادر رياض سلام، يعني اول الشهر، كانوا الفلسطينيين جانب فلسطيني عم بينهي اتفاق مع المصري ليسلم عبر المصري البحر للاسرائيلي لحتى يسحبوا الغازات ويضمون للكونسورسيوم ليصدروا على اوروبا. عم تربط كل الامور، مش ترجع عم بربط، عم بقول لك شو صار، بالنفط نو 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 والغاز عم بقول لك شو صار، هذا مش ربط، هي حقيقه صارت، فيهم they can't check it، فيهم حتى يفهموني، فيهم بالسلاح المستجد الزياده بعد حرب اوكرانيا فيكم وروسيا، بعد جوجلوها مثل ما بيقولوا اوكرانيا وروسيا. بالعربي هلا هو لعبه غاز ولعبه طاقه وممرات بحريه، هاي هي اللعبه. هلا منكفي بس الجزء اللبنانيين الثاني وين كلها؟ يعني اللبناني الله بهمه، يعينه، انا رح هي ينتخبوا رح عندي ارجع رئيس جمهوريه، رح يزبط الوضع الاقتصادي عندي، الوضع ليش هو المالي، اللي الوضع عمل هيدول؟ الاجتماعي، الصحه، التربيه، وفينا نعدلها بكره. هذا اذا بدك اهتمامات اي انسان بالعالم، بس يخلق بفكر بس شو بده يشتغل، ما بده يتعلم، كيف يطلع مصاري، بيحلم بعدين يعمر بيت، هاي الاحلام الورديه. انت عايشه بوطن هون، عرفتي شو؟ الله رزقنا بمصاصين دماء، أرض مقدسة حاكمينها الشياطين، كيف بدك يعني نتيجة؟ فيك بس تطلبي من ربنا بس يخلصنا منه، ما في عندك غير حل، هيدا من الآخر. رح نطلب من ربنا عن جد، هيدا من الآخر عبر القديسين يلي عنا ياهن طبعا بلبنان.
شو رح والأولياء، يعمل؟ حتى ما يفكرون إنه عم نحكي بس مسيحية، لا لا اكيد، والأولياء ما يعني هن إذا بيساعدونا كمان بالعكس، ليش لا، يعني بيتضرعوا لله لحتى الكل يمكن لأنه مش عم نقدر نوحد حتى بالبعد الصلاة لله، يمكن يا ريت منوحدها مسيحيين بالنهاية ومسلمين نحن لنوصل بنلتجي كلنا لنتيجة لله، يعني 100%. إيه هيدا الأمر صح محسوم. إنه بنصلي بإيدنا على وجهنا ولا حنبطل. شو رح يعمل لودريان يعني بكرة؟ رح يلتقي في موعد مع رئيس مجلس النواب جاي لمين بري، مبدئيا شوفي وفي موعده، لقاء، غدوات عشوات، لا نقول وضوح شوي كيف بس القصة. ما في فرج بأيلول يعني بين مسجد لودريان، بين رجع الوفد، بقلك في فرنسا هناك عم وفد تلعب سعودي بباريس. لتحسين لانه زعلانه، فرنسا رح تكون الضحيه الثانيه، شو بدها تجرب؟ الوحيد الفرنسا اللي شو عندها اصحاب فيها تمون عليهم، جربوا الفرنسوي يطلبوا من السعوديه انه خي احكوا اصحابكم بلكي بيجوا مشان يسقطوا الورقه ونخلص القصه، مش هيك؟ طلعوا انه السعوديين جاوبون ما فيكم تحكوا، يعني انتوا والقطريه وتركبوا الفيلم والسعودي يدفع المصاري، ما انتوا يا بتحكوا معنا يا احكوا معهم. مشان هيك لا المبادره القطريه رح تتقدم، يمكن لو بدها تشتغل هلا 3 اشهر في محاولات، لانه بعده وارد دوحة جديد، مؤتمر دوحة جديد. يعني ما في اتفاق طائف. دوحة جديد يعني رايحين الى اللامركزية مش المالية، بالبعد الفيدرالي، ويسمعوني مزبوط، او اتفاق الطائف، تعرف شو يعني اللامركزية، حتى لو كانت مالية بس ضمن دولة مركزية تفرق، مشان يعرفوا، وهن بيعرفوا اصلا، هن عارفين القصة. هذا السبق اليوم شكل الدولة اللبنانية، فالمشكلة مش على الرئيس، على شكل الدولة اللبنانية، بعدين على موضوع الإدارة بالدولة، وهذا جزء من الحوار بين حزب الله والتيار الوطني الحر، هو مش بين حزبين، مش بين وسيلة تفاهم صايرة على أيام فخامة رئيس عماد ميشيلون وقت وقع مع سماحة أمين عام حزب الله، مش لا لا لا، لا. 2000. نحن اليوم عم نحكي بشيء آخر، لأنه وأنا من الأشخاص اللي حريص كنت على هذه العلاقة، وبيعرفوا اثنينهم ما كان فيها تقدم بكل المحلات، ما في، بس ما صار في زعل. اليوم الموضوع هو مش موضوع رئاسي، يعني ما بناء الدولة عندنا للأساس هو بناء الدولة والإصلاحات والمصاري بالدولة وين تبع والرؤية الدولة؟ لبناء هذه لأنه الدولة، المصاري وين تبع الدولة؟ مكافحة الفساد. ايه أكيد، ولا بنرجع نفوت بمئة مليار من أين لكم هذا وعفى الله عن ما مضى، عرفتي كيف؟ عرفت. ايه فيني بس ارجع، يعني مشان اولادنا ما يدفعوا الثمن اللي هلا نحن عم ندفعه. فيني ارجع احكيك عن لودريان. رح في أجوبة طلبة على سؤالين لودريان، البعض رفض يجاوب قال بصوت عالي، البعض عطيه الجواب من أول لقاء قال علنا نحن هيدول المواضيع حاسمينا ونحن واضحة رؤيتنا، والبعض يقال انه في بعض الافرقاء اللبنانيين طلعوا قالوا نحن ما منجاوب لانه سيادتنا وكرامتنا، بس هن اعطوا الاجوبه للودريان. بالفرز، بمحصله هذا الفرز، شو رح ينعمل؟ في منهم معهم شنغن بخافوا يخسروه، في منهم اصلا اللي جابهم مصريات وجيبهم عبر هذا السيستم، وفي منهم عم بيفكروا بلكي بيروحوا بيعملوا شهر عسل او بيتسلوا تحت التور ايفل. ها هي كلهم هول اللي تبع الوراق كلهم هالقد، يعني احنا عم نكبر لهم قصتهم، مش هالقد القصه. رح اقولها عن جد بكل حتى ما انه شيء شخصي، ما معي شنغن وما بدي شنغن وما بتهمني روح على فرنسا وماروني، يعني ما يفكروني انه مش عم ما بتهمني. فرنسا ما بقى لها دور، ما بقى لها دور، لانه مين عم بيضرب فرنسا؟ هي قلب اوروبا، يعني المانيا ما بدها فرنسا، امريكا ما بدها فرنسا، لك السعودية ما بدها فرنسا، مين بده فرنسا؟ المشروع تبع فرنسا وماكرون الشامل الجديد والعراق ولبنان، هذا الفيلم كله اللي كان عم بيخبرنا اياه من سنتين وثلاثة، انتهى الدور الفرنسي. اجى الامريكي عمل مؤتمر مجموعة ال20 وقال لهم الطريق سكك الحديد بالموانئ بتبلش من حيفا السعودية بتروح على الهند وبنطلع على اوروبا. حكي شيء عنهم؟ ما في. مش موجودين فرنسا، صدقيني مش موجودين. حتى مين عم بيعزلهم يعني مين عم بيعزلهم بافريقيا؟ امريكا. يعني انت شايف في البيان اللي طلع بأدار بالدوحه وقت التقوا الدول الخمسه والحديث عن عقوبات صار قريب اذا ما كان في فرج بايلول، وانت كنت حاطط موعد 14 ايلول، شو في ب 14 ايلول؟ قلت جربوا يتفقوا قبل 14 ايلول، لانه اذا ما اتفقوا الامور رايحه لاخر السنه، مينيموم لاخر السنه. وبعتقد
نحن صرنا بهذا السيناريو، لأنه هلأ اللعبة لعبة أمنية، لعبة شد حبال، لعبة كل واحد عم بيظبط وراءه لطاولة جديدة. يعني القطري عم بيحضر لطاولة حول مستقبل لبنان والنظام في لبنان وبلش الشغل فيها، وجزء من الحوار بين التيار الوطني الحر حول اللامركزية الإدارية المالية الموسعة والصندوق الائتماني ممكن يروحوا يكفوه بالدوحة ويجيبوه بعدين على لبنان. عم بقول ممكن، مش يعني يقولوا لي أنا قلت هيك، قلت ممكن رح يعرضوا عليهم، رح يعرضوا عليهم جمعة الجاه، ما بعرف هلا هن بيقرروا، بس أنا عم بقول لهم شو بدهم يقولوا لهم هالقطرية. هلا الفرنساوي صار على الأون هولد، خلي يروح يحل مشاكله. الأمريكي دخل على الخط بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ومن يومين كان في حدا رفيع المستوى على مستوى عالي جدا زار الضاحية أمريكي، فتح الحوار ما فتحه ما بعرف. هلأ زيارة الحاج محمد رعد ولقائه مع قائد الجيش، قائد الجيش هل جاء بعد شوي نكوزات مرحلة ما بعد كوع الكحالة مثل ما هني سموها، لأنه هو سماها، ما بيعرف وين الكحالة كان محمد رعد، وعم نعطيه المفردة يعني مثل ما وردت، أو مثل ما الأمور رايحة يعني بالمرحلة القادمة نكوزات، لأنه تزامنت مع الرئيس بري طرح اسم كمان مدير مخابرات سابق لرئاسة الجمهورية، مثل كأنه عم يجرب ينكوز أنه ما بتمشي مثل ما نحن بدنا، ما بنمشي مثل ما نحن بدنا. يعني في عدة سيناريوهات برأيك، بس هيدول كلهم هو كلهم مربوطين، بس هول شو عم بيلعبوا على بأيام؟ على المشاعر الشخصية للبشر بأرواح العالم، عرفت شو يعني بمالية الناس وبأرواح الناس. يعني العالم بالنهاية بدها الناس، نحن ضحايا. المدرسة تمشي والولادة يروحوا على المدارس، طيب المدرسة يأمنوا لهم أقل مدرسة 2000 دولار السنة فريش، يشتغلوا يطلعوا مصاري تليق بحياة كريمة أقله. برأيك عم نحكي عن الشعب اللبناني، ما عم نحكي عن النخبة أو مجموعة من اللي عم تقبض من الان جي او من الاموال الفريش دولار يلي لا انا عم بحكي عن المواطنين اللبنانيين. انت برايك في يلي بيقعد الصبح بيروح على شغله بيجي بعد الظهر في عبء بنزين، مش عم تشوفي حاله الفوضى يلي هي على مستوى لا في ناف على تسجل سياره، لا في دوائر عقاريه لتلم مصاري؟ صحيح. من يتقصد اقفال المؤسسات اللي بتجيب مصاري للدوله؟ وبنفس الوقت هول اللي بيجتمعوا مجلس وزراء شو بيقولوا لك؟ قال بدهم يعملوا اتفاق 12%. هلا في اجتماع اليوم لمناقشه مشروع موازنه 2024. بتعرفي قديش عم بيلموا مصاري من البور؟ ما حدا بيعرف شيء بهالدوله. بتعرفي كيف عم بيعملوا تهرب ضريبي ليخدموا مصالحهم وشركاتهم يلي هي؟ طب هو كلهم كيف بدهم ينحلوا؟ هو كلهم في فضيحه من يومين. بس كيف الحل؟ كيف السبيل للحل من هذا الموضوع؟ بأنه ننتخب رئيس ويكون في حلول وإصلاحات جذرية. هلأ اللي بيعتقد أنه انتخاب رئيس بغير رئيس الحكومة وبغير رئيس المجلس هذا بيكون واهم. أنا بعتقد أنت بلشت بالعكس، أنت قلت لازم رئيس الحكومة يعني يخرج من الحياة السياسية، قلت كمان رئيس مجلس النواب. انتخابات نيابية مبكرة وتشكيل الدولة من الأصل من بلش، مش مع هذا التأم. اول شيء في عندك 30 نايب بدهم يروحوا يرتاحوا لما بيعرف يحكوا الا عربي. عم تدعي اول شيء لانتخابات نيابيه مبكره، صح، وهن بيعرفوا انه حكيوهم فيها. بس نحن ايار مش ما كان كتير بعيد، ايار 2022 كان في انتخابات والعالم انتخبت تقريبا نفس الوجوه، شو رح يتغير؟ صح، في 300,000 صوت الناس ما انتخبون هن ركبون. برايك تتغير الصوره اذا هلا صار انتخابات نيابيه؟ منظومه هي والله العظيم منظومه. اذا بيجي بليس بيعلموه مدرسه بيعملوا له، هن بيعملوا المغلي، بس شو اسمه مش معقولين. للاسف يطلع براس اللبنانيين والشعب اللبناني، بس برايك هلا طلع براس الاوفياء والوطنيين. دكتور عماد اذا هلا صار في انتخابات نيابيه مبكره الاحد راحوا اللبنانيين على انتخابات، ما بيجي الاتحاد الاوروبي يعمل اوديت لانه كلهم قبضوا، يجيبوا ناس شو بدأ بالاتحاد الأوروبي والمراقبة الانتخابات الأحد إذا كان في انتخابات نيابية بكير يغيروا هالقانون؟ حيلا قانون اللي كان برأيك المشهد بالبرلمان اللبناني 128 نايب، أنا بدي سلم جدل عم روح للآخر. برأيك من 128 نايب اللي عم تحكي عنهم أو بعض اللي وصفتهم بالمنظومة بيتغيروا العالم ما بترجع بتنتخبهم؟
ما في يقول شيء، هذا القرار بياخده الشعب اللبناني. بس طالما هلا المعيشات بس انا خفيفه، حبيت الصمت لا الثواني لا ثواني، اللي قبل ما تعطينا في الجواب. فمي مياه، لانه بس طالما هلا جات فكرت انه طالما الرواتب يعني قليله، يعني ما بقى في مونع من السياسيين على الموظفينهم، ما بقى اذا فهمت الفكره، بس يمكن بيقدروا بالمقابل يتفلتوا شوي. بقالوا لك انه بيندفع برات ايه بس ما بتحرز، هي للاسف المشكله نحن مش 100 مفهوم دولار شراء لا الاصوات لا 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 كان موجود لا، خف مش ال كثير، 100 دولار ولكن حتى اوضحها، هي التوظيف السياسي الخطير. هيدا مشكلة المشاكل يلي ايه نحن هلا كل فهلا اذا اللبنانيين عم التوظيف بيعانوها. السياسي، اذا واحد موظف حدا وهلا عم بيقبض باللبناني اصلا ما بيطلع 40 دولار فما بيرد عليه، يعني ما اذا فهمنا الفكره. هلا اتس تايم، يعني بالعربي الوقت، هلا عشان وقتها يفهموها لي دو اثنيناتهم. عم تحكي تعدد لغات. بحسب الاطراف اللي بدي بتسمعني اسالك اذا ما بتعرف شيء بيفرغوها. بالايراني، لانه ما كمان هلا ايران بتلعب دور ما بعرف، بالداخل يمكن اللبناني يقال. بحب اتعلم، رايح على ايران انا كمان، ولا طيب دور اكيد ايران. رح نتوقف مع تاني فاصل اعلاني حتى نكفي الشق الثالث من نبض بيروت، والحلقه اللي فيها تعدد لغه وتعدد محاور مثل ما يبدو مع دكتور عماد رزق. المحور الاخير من نبض بيروت مع دكتور عماد رزق. بس برضه ما جاوبتني على لودريان، يعني مثل ما رح يوصل رح يفل يروح على السعودية، ما في أي خرق، هلا رح اكيد يجتمع انا ما رح التقي معه، لانه قد ما صار طالب المعيد هو عم بدك بيطلب. ترشح الانتخابات النيابية إذا صارت؟ ممكن اي سنة؟ تترشح؟ هلا إذا أنت دعيت لانتخابات نيابية اذا مبكرة ايه، اذا سنة مبكرة 26 لا إذا صارت بترشح؟ اكيد. بدك تنافس بالجبل؟ انا مش هترشح بالجبل، بدك تكون نائب انا عن مرشح ان شاء الله اذا الله عطانا. ما مش عم سوق حالي هلا على الاو تي في، لا هلا انا على بس انه سبيل ايه، ال انا كان عندي محاوله بطرابلس، نحن طرابلس ما بنتركها، انا مش من طرابلس بس طرابلس بحبها بقلبي، انا واضح صاحبني لانه شوف، دغري حكيت صاحبني شوف، بس عن طرابلس طرابلس لانه هي تعتبر عاصمه لبنان كمان مثل بيروت، وما لازم نتركها لمن يعبس فيها، لانه في ناس عم بيتاجروا فيها حرام. اكثر ناس مظلومه بلبنان هن اهل طرابلس، مش عم بحكيك هن عم بحكيك بصدق، اكيد في والله غبن بصدق، هذا لاحق بحلف يعني بالطرابلسيين، بس كمان بكل اللبنانيين للاسف. طبعا لبنان كله، بس هول اكثر ناس دفعوا ثمن، يعني خلصت الحرب بعدهم لليوم عم بيدفعوا ثمن، يا تفقيرهم يا استغلالهم، يا لا بيمشي المرفأ عندهم، لا بتمشي المنطقه الحره عندهم، لا صحيح بتمشي مصانعهم، بدها يعني وهذا عم يطلعوا سابق فيها تصور لطرابلس وتصميم. اكثر. اكيد بدك شيء بعد تأرجع عن لودريون؟ تأرجع أتني على الفيزا. أنا لا مبسوطة لك هون، شغلة، أنا بعتقد مبسوطة أنه بلبنان، ميرسي، ونحن كلنا مبسوطين وسنبقى في لبنان، ما بنترك نحن لبنان. صامدين لآخر لحظة. لودريون بيجي مشكور على مساعي أكبر دليل، حتى ما يفكرون أنا أيام يعني على فرنسا والفرنسيين ولودريون، المشكلة في فرنسا وجود ماكرون والسلطة الحاكمة يلي تسعى وراء الدولار، بترو دولار، يعني تسعى وراء إقامة صفقات مالية على واضحة مصلحة الشعوب. واضحة بالنسبة من وجهة نظرك بهذا الموضوع. طيب بالتزامن مع كان مجيء لودريان والحديث اللي كان كله الجمود بانتظار لودريان، خرق رئيس مجلس النواب نبيه بري هذا الجمود الرئاسي بذكرى تغييب الإمام موسى الصدر، وقت قال عن ما عرف بمبادرة، بالطرح يلي قاله عن حوار على 7 أيام وبعدين جلسات متتالية. البعض قرأ أنه هو عم بجرب إراضي الأطراف، يلي البعض اللي ما بده حوار، والبعض يلي قال له منروح دغري على جلسات متتالية، والبعض اللي بده حوار وازن بيعتبر بهيدا الموضوع. ولكن هلأ هيدا المبادرة أو الطرح، ما بعرف شو بدك تسمين، حط أون هولد يبدو بحسب المعلومات. حط أون هولد لأنه المفد القطري كان لازم يجي من يومين ما أجا. حركة مفادين عم بتوقف هو المساعي انطلق الداخلية. من بعد ما هو انطلق من بعد الموفد القطري هو 7 أيام، وجاب مهرجان جماهيري، بتعرف انه شو بدنا نقول؟ ما في شيء بنقول شيء برأيك، يعني انه سبعة هي ايام الدعوة ما من بتمشي الأساس بست ما ايام كانت، ما في زبطناها بست ايام، شو 7 أيام يعني انه اسبوع كامل يعني؟ يعني بفهم منك عم تقول انه هي اساسا الدعوة لم تكن لا تصير، لا منسقة ولا في اتصالات حولها. بتتذكري كذا مره بيفتح المجلس بسكر المجلس، وهذا ما بيمشي الحال،
آخر مرة حزب الله ما مشي معهم، وهلأ بعتقد حزب الله أصلاً ما بده هالمبادرة، يعني مش حدا غيره. بس حزب الله دائما صوته عالي بقصة الحوار، نحن على ندعو التلفزيون عالي للحوار ايه ونحن رح مظبوط نعمل كل ما اوتينا من قوة، يعني المسؤولين اللي صحيح بقيادة حزب الله واضحين بهذه صحيح. النقطة. وانا من الاشخاص اللي قلت الحوار مش بس مع التيار الوطني الحر، كمان قلت في حوار مع القوات اللبنانيه واطراف اخرى. واخر مره الحاج محمد رعد التقى عند احد الاصدقاء يعني او الاقارب قائد الجيش، وبالتالي هذا جزء من الحوار اللي اصلا حزب الله حابب يفتحه مع الكل حتى مؤخرا يعني. هو مش الشيء السليم بالمجتمعات خاصة عنا بلبنان، لأنه في هذه التعددية، أنه يكون في حوار قائم بين كل أبنائه. شو البديل عن الحوار؟ المشكلة انه الحوار ما وقف، وقف على التلفزيون، وقف بالميديا، وقف انه الناس تعرف فيه، بس عن جد هو ما وقف بين حدا وحدا. يلي يعني اعطيكي مثال، مثلا بيقولوا لك حوار حزب الله التقى وليد بيك جنبلاط، بس اكيد مش ليحكي عن الرئاسة، مش ليحكوا عن رئيس الاركان، مش ليحكوا عن هموم شو بده يصير بلبنان. دايما في لقاءات من برأيك 8 انت عم اشهر كان بتصير الحكي عن البلوكات، وبعد 8 اشهر رح يضلوا يحكوا عن البلوكات. هالقد النقاشات اوسع برأيك ماني ما مثلا؟ بيبكوا الا على المصاري بس كلهم. طيب ما بعرف اذا وضحت للناس، يعني ما بقى يحملوها كتير، مش هالقد سقفه. المعتر هو الشعب اللبناني والمقاوم اللي قاعد بهالشمسات بالليل وبالنهار بالجنوب، او اللي قاعد عم بيشتغل ليل مع نهار كيف بده يعمل مناعه لبنان. اخر شيء بيجي بيطلع بيلاقي انه التجار حواليه. بدي اترك 5 دقائق اخر الحلقه لموضوع الاقتصادي والمالي، ما فينا ما نحكي عنه، بس على سيره الحوار، في حوار قائم اليوم بين التيار الوطني الحر وبين حزب الله، عنوانه مش رئاسه بالاساس، يعني العنوان الاساسي مش الرئاسه، هو مثل ما كنا عم نحكي بناء الدوله، والعنصرين الاساسيين هن ما طرحوا رئيس التيار الوطني الحر، إن كان اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة وإن كان الصندوق الائتماني. يبدو في اجتماع عقد وبلشت الأمور والنقاط تنوضع بحسب المعلومات. أول شيء برأيك ممكن يكون حل غير الحل اللي حضرتك طرحته عن خروج بعض الشخصيات السياسية هون بداية الحل، اللامركزية الإدارية والمالية لك أنا الموسعة؟ من الأشخاص من 3 سنين قلت الحوار لم ينقطع بين الطرفين، ومن 6 أشهر قلت وقتها كانوا عم بيقولوا انه في تمايز وفي وقطيعة طلاق، وقلت انه وطلاق بين دائما التيار بصير في والحزب. مشاكل بالعائله او بين زوج وزوجته، واخر شيء بيرجعوا بيعوموا العمليه كرمال المصلحه العامه او العائله او وات ايفر. ولا مره كنت ارى الامور سلبيه، بس هذه المره انا اتخوف. ما بعرف العكس، اثنين عم تحكي بيعرفوا شو عن عم بحكي. عكس عكس كل ايه للمرة التوقعات، الأولى، انه الحوار رح للمرة يوصل الأولى أتخوف إنه يعني مع انتهاء، أنا قلت ما أنا 10 أيام يعني إني أسبوعين من هلا يعني 14 21 بعد 21 أكيد رح يكون في مواقف مختلفة. يعني قبل تشرين أتخوف من إنه يكون في هزة في العلاقة بين التيار وحزب الله. بس على معلش اي هذه اساس للمرة ملقول الأولى. بس على اي اساس يعني هيدا القراءة يلي حضرتك عم تقولها؟ ما الامور على المصاري، عم تحول يعني برأيك على رابط كل الصندوق شيء الائتماني، بموضوع على الصندوق الائتماني، الموضوع باللامركزية والحزب ماشي فيها. طرح موضوع الأقضية، صار في إشكالية أو إذا بدك إعادة حكي حول موضوع توزيع الأقضية، كانت بعكار أو بالهرمل، المناطق اللي هي مناطق الأطراف، وشوي بتقدر تعطيها هامش من الحركة، شوي من إذا بدك البعد التنموي، البعد الخصوصية. حزب الله يتخوف إنه هذه الخصوصية تتحول إلى، بالظل اللامركزية المالية، إنه تتحول إلى شكل من أشكال الفيدرالية أو الحكم الذاتي. يعني بتخوف بالمرحلة القادمة. بس كرمال هيك من 10 سنين حزب الله عم بيعمل حضور بكل المناطق. إذا بتشوفي كيف يعمل حزب الله اقتصاديا، يعني عم بيعمل تواجده، مؤسساته الاقتصادية، تواجده السياسي، صورته كيف عم بيجرب يسوقها بكل المناطق السنية الدرزية المسيحية، لحتى يقول إنه لبنان متداخل لدرجة إنه ما بتقدر تعمل خصوصية في منطقة خارج إطار منطقة أخرى. عظيم هيدي إيه.
بس المشكلة هي بالأموال بالجباية بعدين وبمركزية المالية تبع الدولة. يعني رح يصير عندنا الصندوق الائتماني ووزارة المالية، وزارة المالية رح تصير مثل أمين الصندوق يلي هو المحاسب يلي بيحسب المصريات تبع شو؟ الصندوق الائتماني هو مثل البنك المركزي اللي بتحطي فيه مؤسسات الدولة، أراضية، العقارات، المؤسسات كلها، بتقولي معي هيدي كلها تحتوي 100 مليار 500 مليار دولار، مين بديرها الأسيتس؟ وزارة المالية. وقال الوزير باسيل، أنا برأيي وقلتها والأحضار الأولى، اللاعب الأقوى في المرحلة القادمة الوزير جبران باسيل، ومش عم بقولها على الأو تي في، وعم بقولها الأحضار الأولى. ليه؟ لأنه ما يطرحه هو جزء من المبادرة الدولية وجزء من الحل. هو متى ما صفيت النوايا يا بتمشوا فيها يا ما رح يمشي شيء. مشان هيك قلت ايش بعد سوداوي، لأنه المالية تبع الدولة حزب الله بيعتبر أنه هو قدم التضحيات في المنطقة كلها، بده ياخد المالية. مش عم بحكي وزارة المالية، عم بحكي الصندوق الائتماني اللي هو يتخوف انه من يديره، كيف يديره، في اشكاليه، وهذه مرحله طويله بس اذا بالحوار. تم الاتفاق هو بده اكيد بده وقت لمعالجه هذا الموضوع وتنحط الامور بنصابها. بس اذا كان هناك نيه صافيه مثل ما طيب اذا بينقال على اتفقوا لبنان هلا الدارج على الرئاسه بيعطونا تنحل وزاره هيدي الماليه، الامور. بيعطوا يعني بيشيلوها من الاطار انه هي بس للشيعه ولا جهه واحده. هي منا حكر بطبيعه الحال وزاره الماليه على ولا اي انا وزاره وانت عم حكر على نقولها، ولا اي انا وانت عم نقولها، بس هن فريق بالنسبه لبناني في السابق كانت حاجز امام تشكيل حكومه سابقا، بتتذكري؟ كان اكيد متمسكين، الثنائي الشيعي متمسك بوزاره امام الماليه. تعطيل عهد كامل، واللي وعد يعطل العهد عطله وموجود. شو المشكله اليوم؟ بعدنا مستمرين نفس النهج، ما تغير شيء. فلذلك أنا هون أتخوف أنه نوصل للحظة، أتخوف على التفاهم مش على الحوار، في يوقف الحوار، بس أنا أتخوف أنه هذا التفاهم ما بقى له معنى طالما مش عم نتفق حتى على البعد الإداري للدولة. مش عم ممكن نحكي يروح عن البعد لمرحلة السياسي. تطوير، يعني انحكى حتى قبل بهذا السياق انه مش غلط نروح على تطوير هذا التفاهم، ويصير في ان شاء تفاهم مع الله يكون افريقيا ايامنا، لبنانيين ان شاء الله اكبر. ايامنا. بقى اذا واضحه الجمله، انا بلشت اقشع الامور بدات تتحول. اذا بدي اختم وبيعرفوا اثنيناتهم شو عم بحكي. اذا بدي اختم بالموضوع السياسي والرئاسه، فيما لو كانت الامور ايجابيه، من سيكون رئيس الجمهوريه المقبل للبنان؟ زياد بارود. في اسال بعد او فيك سالتيني انا لا ما لا عندي شيء مع زياد بارود. يعني زياد بارود الوزير السابق بعرفه، عم تحكي بعرف من منطلق انه وزير اخر الاسم او اسم الثالث اخر. او الاسم الاخر يلي منه مطروح ما حدا، يعني هلا بين نبيه الاسماء بدري المتداوله، رئيس مجلس النواب لحتى يزقزق قائد الجيش طرح اسم مدير مخابرات السابق جورج خوري. احد القنوات طرحت اسم اللواء بيسري كمحتمل ضمن تسريبات هو اللي بيسربون بالصحف كمان. ما هو كمان يعني ما يتسلوا فينا اخر شيء. يعني نحن صح بنحب السلطه او انه، بس هذا مش ممكن تكون دليل هذه يلعبوا باطار فينا. التحليلات وال مين الاسماء نحكي يلي معلومات. لا الاسماء يلي عم بيقول عنها، يعني اذا لا طرحون هولي مش ضمن التحليل. انا مش عم بحكي ما عم بحكي تحليل، حضرتك تحليل عم تحلل عم بقول معلومة. لا مش حضرتك عم بقول بس انه ما يتسلوا فينا، مش انه بنطرح هي بدل هي، والقيادة الوسطى بدها كذا، والمخابرات العسكرية الامريكية بدها قائد الجيش، فمنجيب لكم واحد عسكري تاني وتنبسط امريكا وبتمرقوا لنا فلان. لا، في خيارين، يا خيار الباكج سليمان بيك فرنجية بيمشي بعده قائم، ما قلت بعده هيدا قائم. الدور انا 51% عدد الاصوات اللي جابها، او الخيار الثاني زياد بارود بيحبوا يمشوا فيه. اصلا حزب الله بده اياه، ما يعني ما يخبرنا غير قصه، هيدا الخطه بيه تبعه. هو الاسمين برايك كلمتي، او ما بقى يلتقوا معي، هن مش هن قايلين، انا بعرفه. برايك هودا الاسمين؟ ايه، والاكيد مش الحاج محمد رعد قال لي اياها. ختمنا الملف الرئاسي بموقف دسم مثل ما بيقولوا رئاسيا. اذا بدهم يحلوها قبل راس السنه، ما هو بنروح لبعد راس السنه بنرجع بنطرح بلكي اسماء ثانيه. اجنده طويله، شو مش
ايه واللبنانيين بس انه بس تحلوا عم هالجزء، في يتعبوا حل زيادة الجزء يوم عن يوم الثاني الحكومة، هيك يعني وزارة القصة؟ مالية مع مين، صندوق السيادة وين، يعني المصاري الدولة كيف بدها تروح، لأنه دفعنا ال 100 مليار عفى الله عن ما مضى، ما فيكم تحملونا كمان 100 مليار لأولادنا بكرة بعد 20 سنة، مش هيك؟ ما بقى يقدروا. يعني ميليشيات اللي حكمت البلد من 30 سنة الماضية، نحن ما نروح لبناء لبنان الجديد مش ميليشياوي، ما نروح لبناء ناس من يكون في المكان المناسب في الوقت المناسب ومعه يحمل المؤهلات الإدارية والعلمية اللي بتأهله لقيادة شعب مش لقيادة مزرعة. المزرعة خلصت، للنهوض ببلد عم بيعاني، المزرعة خلصت. برأيك ماليا واقتصاديا لبنان منيح، ما في خطر، على أي بس عم أساس عم تحكي بيعذبونا. هذا على أي أساس عم تحكي هذا الكلام؟ ما في مصاري شفتي إذا للعالم، الدولة مصاري انسرقت، مصاري العالم انسرقت، في ناس ما عم تقدر تجيب دواء، في ناس ما عم تقدر تجيب ليه؟ أكل، ما عم تقدر تدفع صوتة ولادها بالمدارس، بسبب هودي مين؟ أبسط الأمور. بسبب هول. مشان هيك عم نقول خلينا نروح انتخابات نيابية مبكرة وخلي هول نشوف شو بصير فيهم. إذا رجعتوا انتخبتوهم فأنتوا بتكونوا موافقين على الهيركات على مصرياتكم، وإلا ما تلوموا، خلصت، كيف تكونوا شايف أنتوا تبرعتوا لهم استلام ال 100 مليار. وسيم منصوري مركز حاكم مصرف لبنان بالإنابة؟ الإدارة هونيك بالولايات المتحدة، هو هون وكيل يعني ممثل للفرع تبع البنك المركزي الأمريكي. أنت عم تحكي بالدولار مش هيك؟ أنا بسمع دولار، يعني ما عنا يورو، نحن ما بنشتري ونبيع يورو لنحكي مع البنك الأوروبي أو ما بعرف شو عملات تانية، ين بس هو ياباني. يلي عم يقرأ المواقف وسيم منصوري عم وسيم بيقول انه منصوري طلع الولايات المتحدة قدم الدفوار، سألوا، أنا قلتها ورح أرجع أقولها مرة تانية، كان في نقطة من النقاط قالوا ما في أعمل، قالوا طيب نحن بنشوف كيف بنعالجها، بس هو الأ بي سي تبعه في بلان ماشي عليه. بس بالكلام اللي عم يحكيه ان كان بقوننة كل هيدا المسار اللي كان مصرف سائد لبنان هو قبل، على رأس المصارف، هو ما مؤسسة معه حق ما لها فيه علاقة هذا بالدولة، الموضوع. هو مؤسسة. كيف البنك كان يدينك أو بدينك لتشتري سيارة وبيت، هو مصرف كان يدين الدولة، بلكي إنه آخر شيء بالفكرة العامة كيف البنك الدولي بيشترينا، بديننا وبيشترينا، ما هو مصرف لبنان الكوبي عنه، بدينك وبيملك. هلا في قصة الدين، أنا دينت الدولة وهو تدين من البنوك والبنوك أخذت من الناس، حق مين؟ حق على الناس. ليه؟ هيك القصة هيك طلعت بالأخير، مين قالك تحط بالبنك والبنك ياخذوا مصرف لبنان ومصرف لبنان يدينوا الحرامية؟ حملوا الحلقة الأضعف يعني، نعم، والحلقة لأنه ما المحقة بيحكوا، بالموضوع، مش لأنه ما بيحكوا. الحلقة فمشان هيك الأضعف. انتخابات نيابية مبكرة بتجيب ناس غير هدول يلي سرقوا، أو إذا بقيوا هون حتى ما حدا بقى يحمل حدا، بتكونوا أنتم قبلتوا بالهيركات على مصرياتكم وتبرعتوا لهم وعفى الله عن ما مضى، ومن عن جديد حضروا لأولادكم ترجعوا تتبرعوا لهم. هلأ في منصة بلومبرج على الطريق، ايه ما هو بتخلص، ما هي مثل كيف بيرسيل واريل بتخلص، ما هو بقى دعايتين، يبيض، بدنا ما مصاري بقى هلأ. يبيض، بتصير تجيب الحبيبات الزرق لتبيض. وليك افلام بس كيف شفت هذا الطرح؟ يعني نحن ألغيت منصة صيرفة، من بعد ما شو نظفوا شو بقى، يعني هي هذا مثل نوع من الاوتجافيل بيهري هري، وهلا جايبين هذا اللي بينظف اخر شيء الكلينر، وقفوا حركات بقى خلص. بس كيف يعني انت منك خايف ماليا واقتصاديا على لبنان في وعم تحكي مصاري، كل ليش انت هذا بتعرفي الحكي؟ شو في مصرف لبنان؟ بتعرفش عنده موجودات؟ هو شو بيخبرنا؟ ليش منصوري بيقدر يخبر غير القصة اللي قالوا له اياها؟ بس كانوا عم بيطلعوا للمرة الأولى، كان عم يطلع ايه ما هن بيقولوا له أرقام كيف بده يعطي ثقة؟ بصير يخبر، مش سألني مظبوط. شو اسمك؟ بقول لك شو اسمي كامل وما اسم بيي وجدي، ما هو بتكون متفقين عليهم. هو باللعبة الأمنية واللعبة البيج، هذا البيج براذر بيعلمهم كيف كل شيء، يعني ما بنعرفهم، هول اول درس بيعلمون اياهم عادي. الناس ما يصدقوا شيء من هدول كلهم، بعده ذات التأم حاكم كل المنطقه، يعني امريكا لقطه على الخونيق، اللي ما بيعمل اللي بده اياه من تحت الارض بتجيب له اجله. بس ليش البعض بيقول انه امريكا اذا بدي سلم جدل بي اللي حضرتك عم تقوله بهمها الاستقرار بلبنان ايه وتعمل استقرار، الاستقرار انت شايف لبنان بلبنان؟ مستقر ولا لا؟ صرنا مثل سريلانكا، مش عم بحكي عن الشعب السريلانكي، عم بحكي عن الوضع الاقتصادي، بوصلوك الى الفقر للشحاده، بتصير رخيصه،
رخيصة يعني بيقدروا يشتروا للزلمة مثل ما هلأ عم بيعملوا، بيسرقوا نفط العراق وبيدفعوا معاشات بلبنان $100 للأجهزة هون، القيادة الأمريكية الوسطى، يعني بتسرق من هونيك وتدفع لنا هون، وما فاتوا على الصندوق هونيك، انتبه من دهنه سقيله مثل ما بيقولوا باللبناني عنا بالجبل. أنا بدي أوجه تحية للشعب السريلانكي لأنه بلد كتير حلو. طبعا بنحترمه وبنحبه. أكيد أكيد أكيد. جبار. أكيد. واللبنانيين جبارين بعد أكثر على الرغم من كل اللي عم بيحاول البعض إنه صدقيني جبال الصوان يمارسوا عليهم للبنانيين. قد إيه عم بيمارسوا ترهيب نفسي وترهيب مادي واقتصادي وترهيب هلا اجتماعي ساعة ما بعرف شو على مدري مين هول كله 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 كل القطاعات كل صامدون صدقيني صامدون ورح يتفاجئوا من حيث لم يتوقعوا لأنه نحن اللي ما بيعرف اللبناني ما بيعرف شيء الصبر بنصبر. شكرا لك دكتور عماد رزق على هالحلقة وهالمعلومات أو المعطيات اللي حضرتك حكيتها على أكثر من جبهة وخارج الحدود اللبنانية يعني حتى حكيت. شكرا لمشاهدي نبض بيروت ولمشاهدي الأو تي في ونلتقى إذا الله راد بحلقة جديدة.